للقيرش والكنزاري وممتازة التوغل والهدف الأول. الهدف الأول من صالح الترجي في تونس عن طريق رونالدو. ما منعش الترجي في الدقيقة 33 من بناء عملية سريعة وممتازة دارت فيها الكرة على أكثر من لاعب وتفاهم وانسجام كبير في مجهود أنهاه رينالدو بكل قوة في مرمى خالد عزيز ويعطي الأسبقية للترجي. أديلتون تولى تنفيذ في القائم الأول وهدف الثاني من جانب الترجي الرياضي التونسي حسان القابسي. يضاعف نتيجة تصويبة قوية مثل كرة مرتدة من دفاع الإفريقي وتم حباء الترجي على النتيجة النهائية للمباراة ويرفع حصيلة الأهداف المسجلة في اللقاءات بين الفريقين إلى 184 هدف لحساب البطولة.